عليه وهقلب لكم الدنيا والله. طب ممكن تهدي بس وتقولي لي ايه هي المشكله؟ لا من فضلك ما تقوليش اهدي، انا عايزه حل دلوقتي. انا من السنه اللي فاتت مقدمه ان انا ابقى في ميكانيكا، اجي النهارده الاقي اسم في الزفت اللي اسمه عماره ده، انا مالي ومال عماره؟ طب ممكن الاي دي بتاعك بس وانا هراجع واشوف ايه المشكله بالظبط. ماشي اتفضل، ما اشوف اخرتها ايه. اتفضل. ها هو فعلا اتقدم طلب امبارح وتوافق عليه؟ انت متاكده انك ما قدمتيش الريكوست ده؟ ريكوست ايه يا فندم؟ انا بتخانق عشان ارجع ميكانيكا تقول لي انت مقدمه طلب؟ ده كلام ده؟ اوكي مفيش مشكله، هي ممكن تبقى غلطه ولو ان اشك في ده، بس هو كده كده قسم الميكانيكا فاضي وانا عملت لك الريكوست اهو، وبكره بالكتير اسمك هيبقى متسجل عليه. يعني انا اروح احضر عادي؟ شور، بس يا ريت من بكره يبقى افضل يعني. طيب معلش، وانا ممكن اعرف مين اللي قدم طلب التحويل ده؟ وسمحنا لازم نكون سبونسر للايفنت ده باي تمن. انا نفسي اغير الفكره اللي متغنى عندنا في الفندق دي بتاعت الناس الكبار اللي جايين هنا يستجموا. لا انا عايز دوشه. دوشه؟ هتجيب الدوشه لحد عندنا؟ يلا مش قصدي، انا قصدي يبقى في عيال صغيره كده بتعمل افكار مجنونه وفي نفس الوقت يبقى في ناس كبار بحكم العاده عادي يعني. طب ما انت لما هتجيب لهم الدوشه هم اكيد هيمشوا ومش هيجوا تاني. هيمشوا ومش هيجوا تاني ليه يا حبيبي؟ ما الفندق كبير هيسيع الناس الصغيرين والناس الكبار. انت عارف يا اسامه احنا لو خدنا ايفنت زي ده ارباح الفندق هتوصل لقد ايه؟ واحنا هناخد بونص قد ايه؟ بس انا خايف لا تقلب براف. دي النيله السوداء. اصل انت نسيت كم سباقات العربيات اللي عملناها قبل كده؟ ولا واحد منهم جاب فايده. بلاش، نسيت اخر مره يوم الدريفتات بتاع الصحراوي. لا ما نسيتوش، بس انا وانت متفقين ان كانت مشكله تنظيم، صح؟ طيب يا سيدي، انا هحاول اقعد مع الاداره واقنعهم ان شاء الله ان احنا نعمل تنظيم احسن المره دي. ممكن تقنعهم، بس صعب تقنعني. ماكش تولع يا اسامه، وانا اعمل ايه بيك يا حبيبي؟ انا بالنسبه لي الاداره دلوقتي اهم. انا كل اللي طالبه منك تقعد في الميتنج وانت ساكت. ممكن؟ ممكن. ساتر عليك. بقول لكم ايه، حد عمل اسايمنت الايكونوميز؟ انا ما كتبتش كلمه ملوني اي حاجه. عملتوا اي كلام كده بقى؟ شوف جميله هي اللي هتفيدك. انت عملت ايه جميله؟ في ايه؟ انا بقالي ساعه بدور عليكي في الجامعه كلها، في ايه يعني كل ده؟ في ايه؟ انت تحبي الناس اول مره تشوفك تخاف منك؟ ما بروح شويه. معلش انا اسفه. بقيتي رقيقه فجاه بجد يا جماعه. دي نور صاحبتي اللي مشرفاني في كل حته. دي كاميليا وده شادي. على فكره هي كانت معانا في الجامعه بس هي وقفت فتره كده عشان عندها كان عندها ظروف. بجد ازيك يا نور؟ عامله ايه؟ هلو احكي لي يا نور، وقفتي دراسه ازاي؟ انا نفسي اعمل الموضوع ده. كنت بره مصر؟ كنت. لا كانت بره مصر. هنشوف جايده وارش. نشوف جايده. ماشي انا استنى. يعني انا بقالي ساعه بدور عليكي. بس ازاي يا جميله ان احنا في السجن؟ ما انا مش عارفه انا تايهه.